في بلديات ودور العمال احتفظت دوات تعليم السباحة بأسعار جدا تنافسية مختلفة عن باقي المسابح لاستقبال الأعمار من 5 سنوات لغاية 15 سنة. بصراحة إقبال المشاركين جيد جدا بدوات تعليم السباحة وتدريب السباحة، أفضل ما يتجهون للأماكن الخطرة لانحراف الأماكن الخطرة في المقاهي والنوادي الليلية. بدأت الآباء والأمهات أولياء أمور المشتركين توجه أبنائهم إلى السباحة، أولا للحفاظ على الرشاقة واللياقة والصحة، ثانيا بتدريب السباحة وابتعادهم عن الأماكن الخطرة. الأعمار المستهدفة من عمر 5 سنوات لغاية عمر 15 سنة لبناء جيل رياضي جيل واعي على المجتمع، حتى بصراحة يأخذوها من الكبر يكون جيل رياضي جيل واعي على المجتمع جيل مثقف، لأن الرياضة هي الصحة والنشاط واللياقة للجسم. أصحاب الرياضة هي السباحة والحفاظ على رشاقة الجسم واللياقة والصحة، والابتعاد عن أشعة الشمس في العطلة الصيفية، ابتعد عن المقاهي والكوفيات. أهمية الدورة السباحية تعليم السباحة وأهمية مشاركة بها تحريك 650 عضلة بجسم الإنسان داخل الماء، وممكن ما أضيع وقت باللهو خارج المنزل.